cárcel. شكرا مرة أخرى الأخت عتيقة. مرحبا بالسادة المشاهدين. نحن الآن في محترف الفنان محمد بن خلا، وأعتقد أن الصور تغنينا عن كل تعليق. تحاول تركب مجموعة من الأشياء اللي يعني الناس ربما كتبان لهم هي بسيطة وتافهة، ولكن بالنسبة للفنان كتبان مهمة بزاف، لأن بعض النماذج اللي هي تقليدية اللي كتحمل رموز وعلامات. بحال عندي أنا هنا في يدي رابوز ديال فاس، هذا من الروابز القدام ديال فاس. يمكن نحاول نخدم هذا الرابوز هذا. وعندي بعض النماذج هنا بحال الكحلة ديال الكحل اللي هي مراكشية، فيها تاهي رموز كتحمل مجموعة من الرموز. وهذه القش تستعمل بزاف من بعض النماذج اللي هي تاهي قربت من القرد. عندي من مراكش عندي واحد نموذج اخر اللي مخدوم بالعظم ومخدوم بالمعدن. إذا انا كنحاول اللوحه ديالي نركبها مجموعه من الاشياء اللي هي مأخوذة من مناطق المغرب، شمال جنوب شرق غرب، وكنحاول نركبها في واحد التركيبه تكون منسجمه وتركيبه تكون متوازنه. كما قلت كاين هنايا فاس وكاين مراكش كاين، ونشوف نماذج كاين خميه تاهي. هذه خميه ومن تالي غنشوف كيفاش غادي تحاول تركب. وحتى عملية التلصيق تكون هي تلصيق هي طريقة كتكون طريقة بلدية طريقة تقليدية. يعني كنحاول هذه اللوحة ديالي دائما كتجمع ما بين مناطق في المغرب وتكون طريقة تقليدية وتكون كتجمع بين الشمال والجنوب شرق وغرب في المغرب كامل. إن هذا النوع من الفيلم هو نوع تقليدي في نفس الوقت هو فن معاصر. هذه صباغة دابا أنا محضرها، هذه اللون ديالها أحمر، هذه كتسمى الفوة. الفوة هي دايرة بحال الشعر، كتطبخ في الماء السخون، خصو في الماء السخون مغلي مع تصفر البيض مع ميل بينا شوية ديال البيض. هذي كتعطينا اللون الأحمر. وكنلاحظ أن اللوحة ديالي كلها كيطغى عليها اللون الأحمر، اللون السائد هو اللون الأحمر. قاتل هذا قشر البرقع، قشر البرقع هو اللي كنستعمل. قاتل هذا قشر القرقع، قشر القرقع هو اللي كنستعمل. هذا زعفران، كاين هذا هو لون زعفران. زعفران في نفس التحضير حتى هو كندير له الصفر البيض، كندير له ميدلا الماء سخون الماء قطر. الصباغه ديالي كلها هي محضره، حتى الوساخ حتى هو كنحضروه بنفسي. اذا كنحاول نعتمد في الصباغه او في التقنيه او حتى في المواضيع كل شيء ما هو مغربي وما هو اصيل. اذن هذه هو طريقه العمل. مش عنده واحد التصميم اولي، الاحسن تكون عنده البدايه وهو ما عارفش فين كيوصل في النهايه، بحال كيقول بيكاسو. ولكن دائما انا كنبدا وراه ما عارفش غادي فين غنوصل، ولكن يمكن له واحد السلف في البدايه او لا تسالى وهي ما عمرها غادي تسالى. يمكن بدنا الطرق او محطات للوحه، يعني اللوحه ما يمكنش انا نحكم عليها مسبقا من الاول، يعني نستعمل لها واحد التصميم اولي.
العملية الأولى اللي عملت تلصيق، من بعد التركيب نحط تلصيق. اللوحة عندي كتمر من ثلاثة ديال المراحل، أول مرحلة مرحلة اختيار أشكال، ثم مرحلة تلصيق، ثم المرحلة النهائية اللي هي كنجيب لها صباغة، والصباغة كتكون طبيعية، قشور دجاج، الفرمان، فوالة، النباتات فقط. ما هو نباتي؟ لماذا انطلق سنة من الفكرة ديال أنه نحاول مسح الطاولة؟ معنى مسح الطاولة يعني نحاول ما هو وارد من أوروبا أو جايبين احنا من أوروبا من لاطوا صباغة، نحاول نحيد كل شيء ونستعمل ما هو موجود عندنا في المغرب. لما تحت الساق نحضروا نفسي، طحين الشبة والمسخور، وكاين الشمال مرات كيزيد عليها الحديد الزرقاء. إن هذه هذا الساق تقليدي، كان ممكن يسقوا الجلد غرب الطيحان. الآن هاد كاين هاد الصباغة هادي، ثم حتى الصباغة، الصباغة كنحاول نحضرها بنفسي من النباتات، نجيب ليها الصفر البيض باش تكون فيها بروتين، باش الطول اللوحة تكون عندها طول شي شوية. كيما قلت الفكرة أنها باقي منها تقليدي، وهذا ما هو أصيل.